السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم تطبيق رائع يقوم بفحص الشبكات في منطقتك وإعطائك نسبة أفضل شبكة على المنطقة التي تقطن بها. التطبيق اسمه Open Signal، يعطي لك الكثير من الخصائص. الخاصية الأولى نبتدأ من اليسار، فهو يوفر لك أو يريك شبكات الواي فاي الموجودة في منطقتك حسب موقعك الجغرافي. هكذا كما ترى أمامك تظهر لي العديد من نقاط الواي فاي. نقطة الواي فاي التي يوجد بها علامة قفل فهي محمية، وكذلك التي لا يوجد بها فهي عمومية. فكما ترى هنا هذه علامة الواي فاي توجد في مكان يعني مركزي يعني تابع للدولة هنا في منطقتي، وأفتح منها الإنترنت في عندما قطع الإنترنت في المنطقة هنا أذهب إلى هناك وأتصفح الإنترنت. على العموم هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية هي خاصية التي قلت لكم عنها، وهي التي تعطيك يعني أقوى شبكة موجودة في منطقتك. فيظهر لك هنا الخريطة، كذلك يظهر لك يعني هذه البقعة يعني توضح لك مدى قوة الشبكة. فكلما دخلت إلى الدواخل هنا تجد بأن النقاط يعني قلت، فالتغطية تكون قليلة، ولكن في طرابلس في العاصمة داخلا كما ترى يعني التغطية تكون أقوى. فهنا في منطقتي كما ترى هنا في هذه المنطقة التغطية شبه ضعيفة، فعندما أضغط هنا على هذا الخيار Network Rank يظهر لي لبيانا والمدار. المدار أقل تغطية من اللبيانا كما ترى في هذا المؤشر. إذا يعني أقوم بالتعديل قليلا أظن أنه يوجد حتى ليبيا فون. إذا كما ترى ليبيا فون يعني اقتربت يعني من الانتهاء، حتى يعني التغطية شبه فل بسبب أن الأنتنة موجودة فوق بيت الجيران في منطقة، يعني حتى الانترنت يكون سريع جدا لدي بسبب الأنتنة أو برج التغطية الموجود بجانبي. فليبيا فون قوية، المدار أضعف منها، ليبيانا أضعف وحدة، وعاني من مشاكل التغطية في ليبيانا كثيرا. هذه الخاصية الثانية أعتبرها خاصية رائعة للغاية في حال كنت تريد شراء بشريحة انترنت أو جهاز انترنت أو حتى شريحة اتصال. الخيار الثالث وهو سبيد تيست، يقوم بعمل يعني اختبار لسرعة الانترنت لديك كما ترى أمامك هنا. الخيار الثالث كما ترى يقوم بالحساب شبيه بتطبيق سبيد تيست. الخيار الثالث يوفر لك، أو الخيار الأخير يعطيك نسبة الميجات أو الحصة من الانترنت التي قمت به استخدامها. من هنا من الأعلى تختار All Time، يعني كل الوقت، أو آخر 30 يوم، آخر 7 أيام، Yesterday، بالأمس كم قمت باستهلاك، Today قمت باستهلاك 27 ميجا. إلى حد الآن التطبيق لم أنزله إلا أمس في المساء ولم أستعمل الإنترنت بعد ذلك، فيظهر لي 27 ميجا فقط. التطبيق رائع، يمكن لك من معرفة أفضل شبكة في منطقتك، يوفر لك يعني إمكانية اختبار سرعة الإنترنت لديك، كذلك يوفر لك مساحة الإنترنت أو الحصة من الإنترنت التي قمت باستهلاكها في هاتفك الذكي. شكرا لحسن متابعتكم، أتمنى أن تكون هذه الطريقة وهذا التطبيق قد نال إعجابكم. أرجاء أن أعجبتك هذه الحلقة، لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب. يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.